سلامات للجميع. مجددا رح ارجع للغز المربع العجيب. اذا كنت زائر جديد وبعدك ما شفت الجزء الاول، ضروري تشوفه على الرابط اللي حيظهر قبل ما تتابع هالشريط. والموضوع باختصار، في عنا مثلثين بنفس الحجم فيهم اشكال باحجام متطابقة. لما غيرنا اماكنها في المثلث الثاني ظهرنا مربع عجيب غير موجود بالمثلث الاول. انا بتشكر كل اللي اضافوا تعليقاتهم وحاولوا يفكوا اللغز المربع بالشريط الأول. بما أنه معظم التعليقات كانت مرتكزة على الشك بأحجام المثلثات، حبيت بهالشريط أثبت لكم بالأدلة الدامغة أنها متطابقة المساحة. عندي بالرسم الأول مثلث أحمر وبالرسم الثاني مثلث أحمر، اثنينهم بنفس المساحة بدون أي فرق ولا حتى مليمتر واحد، ورح أستعين بورق كز حتى أثبت لكم. المثلثات اللي شايفينها هي أصلا مستطيلات مقسومة بالنص. كل مستطيل في 24 مربع. ومقسوم من الزاوية للزاوية إلى مثلثين، من الزاوية للزاوية بكل وضوح. حاولوا ارسموا مستطيلين بنفس الحجم واقسموهم إلى مثلثين من الزاوية للزاوية، حتطلع معكم مثلثات بمساحات متطابقة. وهون عندي مستطيلات متطابقة الحجم مقسومة إلى مثلثين بنفس الحجم. حتى لو استخدمنا مسطرة وقصنا طول الخطوط المشكوك فيها هنلاحظ انها متطابقة. هون عندي 12 سنتيمتر وهون كمان 12 سنتيمتر. اذا 12 سنتيمتر ب 12 سنتيمتر. نفس الشيء بالنسبة للمثلثات الزرقاء، كمان هي مستطيلات مقسومة بالنص. كل مستطيل في 10 مربعات مثل ما شايفين. كل مستطيل في 10 مربعات ومقسوم من الزاوية للزاوية إلى مثلثين توأمين. ولو قسنا بالمسطرة الخطوط المشكوك فيها حنلاحظ كمان أنها متطابقة. 8 سنتيمتر، أنا قستها سابقا ب 8 سنتيمتر. بعتقد ما في أوضح من هيك شرح لإقناعكم إنه مساحة المثلثات في الصورة الأولى هي نفسها في الصورة الثانية. وبيضل السؤال، من وين إجا المربع الأبيض؟ بتمنى بعد هالشرح إنه يكون صار عندكم حافز إنكم تفكروا أكثر وتحلوا لغز المربع العجيب. وبنصحكم توزعوا رابط هالشريط لأكبر عدد من الأصدقاء حتى يحاولوا معكم. ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتضغطوا على الرابط أسفل هالشريط حتى تشاهدوا أشرطة أخرى من مفيدة من إعدادي، أو تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة. إلى اللقاء.